بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا هنرجع لموضوع الداتا تايب. طبعا احنا أخذنا أوامر لحد هنا كويس إننا تعاملنا مع الجداول بالداتا مانيبوليشن لانجويج. الآن لاحظ معايا، أنا أضغط على كورس تيبل، أضغط عليه بالزر اليمين كرييت تيبل. تقدر تسوي هذه الأمور، لاحظ يعطيك في البيئة columns, indexes, foreign keys. هذه بعدين في المستوى المتقدم حنعرف معناها. الآن أنا اللي يهمني لو جينا للcolumns هنا حقول، يعني أنت بتنشي جدول بس بطريقة رسومية هو يكتب الأمر عنك. أنا ما أهتم في هذا الموضوع الآن. الآن دبل كليك على هذه ونضغط نشوف أنواع البيانات. هنا أنت حتحط اسم الحقل، يعني هو بيسوي أمر create table بس من وراء، يعطيك إياه أنت تكتب له أسماء الحقول وأنواعها وكل شيء. الآن أنواع الحقول، إحنا كنا نستخدم into var char. لاحظ أنواع الحقول اللي موجودة عندنا جدا كثيرة. طيب إحنا في المستوى هذا يهمنا var char النصوص عموما والأرقام. النصوص تنقسم لقسمين، fixed length و variable length. fixed length اللي هي النصوص اللي يكون حجمها ثابت، زي مين؟ زي النوع char. فين char؟ دور على char زي النوع char. شوفوا بعض الناس يقول لك كار، يسمونه كار، اللي هو جاي من كلمة كاركتر. طبعا ناس يقولوا له تشار وناس يقولوا له كار. الفكرة انه هذا النوع نص زيه زي بار تشار، بس ايش الفرق؟ انه تشار لو او كار لو حطيت له حجم مثلا 20 قلت له تشار 20 وادخلت في الحقل ذا قيمة كانت 5 حروف حيعبي الباقي بمسافات، يعني حيحط 15 مسافة، يعني لازم يحجز 20، هذا حياخذ مساحه كبيره. الفارت شار لا، لو حطيته 20 حطيت فيه 5 خلاص حيزبط حجمه معاها على اساس انه تيجي 5. هذه الفكره بينهم، انه الفارت شار والتشار، التشار يعبي النقص بمسافات، الفارت شار يعبي ما يعبي النقص، يعني زي ما تقول يتلائم مع القيمه اللي تحطها فيه، بس اهم شيء انك ما تتجاوز القيمه اللي حددتها اثناء انشاء الجدول. يعني لو قلنا فارت شار 50، الفارت شار تحط فيه 40 هو حجمه 40، 30 30 معك ماشي، في كل حقل تحط القيمة ماشي معك. لكن إذا حطيت الحقل تشار وحطيت فيه له قيمة 30 حرف هيعبي 20 حرف بالمسافات، الحقل الذي تحته حطيت قيمة بواحد حرف هيعبي 49 حرف بالمسافات. فهذه هي الفكرة، إن الفارتشار يعني مرن وأفضل من التشار. نجي لي طبعا بيلوب هذا موضوع جدا كبير، اللي هو باينري لارج أوبجكت. هذا لأشياء للباينري وزي بتخزن ملفات صوت أو ملفات فيديو في قاعدة البيانات. ما علينا، احنا الآن احنا اللي نبغاه انتجار. طبعا هنا مساحات كبيرة، اللي يهمني كمان بوليان اللي هو انه اما صفر او واحد. يعني اذا حطيت الحقل بول يعني بوليان، اما ترو او فولز، يعني الحقل ده ما يقبل الا قيمة صفر او واحد. في نقطة كمان بوضح هلاك، انك حتلاحظ في الانواع، قاعد معايا هنا حتلاحظ كلمه زي لونج، شايف البي لوب؟ في لونج بي لوب، ميديوم بي لوب، تايني بي لوب. هذه مقاسات نفس النوع، يعني في بي لوب عادي وفي لونج بي لوب حجمه مره كبير، في الميديوم حجمه وسط، في التايني اللي حجمه صغير. فالثلاثه الكلمات لونج ميديوم تايني مستخدمه مع انواع كثيره، هي نفسها. لما نقول بي لوب، اللونج بي لوب هو بي لوب بس بحجم اكبر، ميديوم بلوك حجم اوسط. شوف نفس الطريقه دي مستخدمه في انواع كثيره. لاحظ الانت، لاحظ هنا ميديوم انت، سمول انت، تايني انت، لاحظ زادوا عليها سمول هنا. فهذه الكلمات موجوده بكثره. شوف معي هنا لونج فار باينري، لونج فار تشار، اول فار تشار الحين لونج فار تشار. الان معطينك بهذا الشكل. اللي يهمني انا كمان اللي هو عندنا، شوف لحظة خلينا نشوف التكست. هذا التكست طبعا مهم جدا، طبعا ما تحدد له حجم لما تقول التكست لانه حجمها ثابتة وكبيرة. لاحظ التكست الان، التكست نص. فايش استخدم الحقل لنوع التكست؟ زي لما تكون عندك مقالات او منتدى، او شفت المنتدى لما تكتب فيه الردود و المواضيع هذه دائما يستخدموا تكست او لونج تكست. لاحظ التكست، التكست طبعا له، يعني يقول لك انه التكست يقبل مثلا عدد كبير من الحروف. هنا عندك لونج تكست مره عدد جدا كبير، يعني يقبل اشياء كبيره.
يعني مساحه مره كبيره، ميديوم اصغر بشويه من اللونج، تكست يعني تكست الوضع الاعتيادي. طبعا في ارقام بس انا ما حبيت اتطرق للارقام لان اعداد احيانا بالالوف احيانا بالملايين توصل احيانا، فانا ما نبي نتطرق بس بوريك الفكره الاساسيه. تايني تكست صغير يعني ينفع للوصف او الديسكريبشن او الاشياء اللي زي كذا، ويكون له طول معين. فهذه الفكره تكست. احنا يعني ممكن انت تستفيد من تكست، فانت لو بتحط مثلا عندك حق جدول فيه له اي دي ونيم وديسكريبشن، فالوصف ممكن انت بدل ما تستخدم له فارت شارت ممكن تستخدم له تكست او تايني تكست او ميديوم تكست او لونج تكست. هذا اللون اللي يهمنا في الجزئيه الاولى من انواع البيانات. طبعا حنتطرق لها وحنكتبها ان شاء الله تعالى نوع نوع اذا الله يسر. وهذه هي الفكره الاساسيه. طبعا في حقول باقيه اللي هي الديسيمال او الفلوتينج بوينت. شوف الفلوت، نسيت الدبل والفلوت. ايش فكره الفلوت والدبل؟ انه العدد، ان الحقل يكون عدد بفاصلة عشرية، يعني 1.3 1.5. الفلوت والدبل زي بعض، بس الدبل تكون الاعداد اللي بعد الفاصلة ادق او اكبر، ادق او اكبر. ففلوت والدبل هي الاعداد اللي بفاصلة عشرية. فاذا كان الحقل اللي عندك هذا ينفع ليش؟ ينفع للاسعار، يعني لو عندك حقل خاص بالاسعار تحطه فلوت او دبل. وهذه هي الفكرة الاساسية من انواع البيانات اللي موجوده عندنا. فاحنا نبغى نعرف تشار او كار، فار تشار، انت، وانت طبعا له موضوع جدا كبير حنشوفه بعدين، وتكست وفلوت ودبل وبول. هذه هي الانواع اللي احنا نبغاك تعرفها في هذه الجزئيه وفي المستوى الاول لانك تقدر تنشئ بها. طبعا واحد يقول في ديت وفي، احنا ما نبغى نتطرق لهذه المواضيع لانه فيها تفصيل. فهذه الحقول الاساسيه اللي نبغاك تعرفها واللي ممكن تسويها جدول وتقريبها موقع عادي وتتعامل مع الداتا بيس بدون اي مشاكل بمعرفتك بهذه الحقول. نقطه اخيره اللي هي تنتبه في انواع البيانات، عندك تايني، يعني قبل النوع في تايني وفي سمول وفي بيج وفي لونج وفي ميديوم. فهذه مسميات على اساس الحجم اكبر، بس في مساحه الاستيعاب يكون اكبر. فلما نقول تكست هذا نوع، لما نقول لونج تكست مره يعني ناس بس يشيل مساحة كبيرة، ميديوم تكست يعني ناس بمساحة أقل من الميديوم تكست، مساحة أقل يعني في استيعابه للحروف أو للنصوص، سمول تايني بالطريقة هذه. هذه هي الفكرة الأساسية من الداتا تايب. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.